مساء الجمال بليلي صايع كورة، أنا مسميه كده. باجي أتكلم على منتخب الجزائر في أي تحليلات بقول محرز الساحر بليلي صايع كورة إسماعيل بن ناصر الفهد، ما شاء الله بليلي. أنا ببقى سعيد جدا لما يبقى نجم من نجوم منتخباتنا العربية زي مثلا بليلي في الجزائر. لا، بليلي لما يبقى واقف على رجله وفي قمة مستواه بيزداد المنتخب الجزائر قوة. محرز لما يبقى في مستواه في أعلى مستوى ليه بيبقى بيساهم مساهمة كبيرة جدا في فوز منتخب الجزائر. ناقص لهم مثلا راس حربة يبقى بيترجم الأهداف، يبقى منتخب الجزائر مش يروح كأس عالم ينافس كمان في كأس العالم. بليلي من نوعية اللعيبة اللي لما يبقى لياقته البدنية ويحافظ على نفسه ويركز وينام بدري ويركز، شوف الجملة دي، يركز وينام بدري، إن هو عنده المهارة، هو فاضله دي إنه يركز. النهاردة جاب هدفين وكسب فرقته. الريمونتادا لما بتحصل في دوري إنجليزي، دوري فرنسي، دوري ألماني، الأندية دي أندية كبيرة قوي في المستوى، لما تبقى ستراسبورج فريق تاريخ كبير في فرنسا يبقى متقدم بهدفين على أجاكسيو، الفريق بتاع بليلي يبقى متقدم بهدفين ويرجع يسجل بليلي الهدف الأولاني اللي بيعلي الطموح ويخلي فيه إرادة وقرب المسافات، بقى 2-1 هدف بليلي ضربة جزاء. بليلي بيحط ضربات الجزاء يا جماعة، تحس حارس المرمى حط النهاردة ضربتين جزاء هدفين، الهدف ضربة الجزاء التانية اللي هي كانت 3-2 هدف التقدم هو اللي جابه، يعني هو اللي أحرز الهدف الأول وأحرز الهدف التقدم من ضربة جزاء. الهدف التالت اللي عمله ده أنا حسيت إن حارس المرمى يا عيني أكنه كان بيجري ورا أتوبيس وملحق شركة في الأتوبيس، وقع على ظهره في الشارع. هدف حلو طبعا، زي ما قلت لكم هو سجل الهدف الأول، قرب المسافة بقى 2-1، بعد كده اتعادلوا 2، هو صنع هدف كمان، إيه صناعة الهدف النهاردة، شايف الراجل وبيبص له حطها له، حتى ضربة الجزاء الأولى هو اللي رافعها، يعني هو اللي عمل الأوفر والمدافع عملها بإيده، ضربة جزاء يوسف جه هو اللي لعبها، يعني هو اللي تسبب فيها وضيع انفراد وضيع، يعني النهاردة كان يومه كان ممكن يجيب له 4 5 جوال النهاردة في دوري زي الدوري الفرنسي، لا حاجة كبيرة. المهم عندي إن هو رجع لمستواه وده يقوي منتخب الجزائر. ليه انا زعلان من بليلي كنت الفتره اللي فاتت دي؟ شوف النهارده كريستيانو لسه بيقاتل وعايز يلعب وعايز يتالق، معدي 36 سنه، ميسي 35 سنه، قائد منتخب بلاده، كريستيانو قائد منتخب بلاده، بليلي انت لسه واحد قدامك 4 5 سنين وتوصل لغايه السن ده وتدي كمان، لان عندك الموهبه. واحد بيزعل بيقول حرام موهبه زي دي تدفن كده. ما تنساش اعمل لايك، ادعمنا بلايك يا جماعة، ادعمونا بلايك بعد اذنكم واشترك في القناة. شكرا.